بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أعزائي، مثالنا الأخير في محاضرة هذا اليوم هو example let the CDF of a random variable x is. هنا أعطاني دالة ال CDF، ومن شكل دالة ال CDF أنها لمتغير عشوائي مستمر. ليش؟ لأنه قابل للاشتقاق، الدالة قابلة للاشتقاق. فالf of x دالة ال CDF اللي أعطانيها تساوي صفر لما ال x أقل من الصفر، وتساوي ل x تربيع لما ال x أكبر أو تساوي صفر أقل من الواحد، وتساوي ل 1 لما ال x أكبر أو تساوي الواحد. find ال f of x، فيطلب من يمي دالة ال f of x. من طلب من يمي دالة ال f of x، هنا بما أن المتغير العشوائي مستمر عليه راح يكون عندي الحل كالآتي solution. بما أن المتغير العشوائي مستمر، أنا إذا أطبق النظرية الثانية تقول أنه إذا كان عندي since، إذا كان عندي المتغير العشوائي مستمر since x is continuous random variable then we can obtain the f of x by ال f of x equal to حسب النظرية الثانية. لما عندي دالة ال CDF، إذا باشتقاق دالة ال CDF ال f of x على partial x سوف أحصل على دالة ال PDF. ذلك يؤدي إلى أنه ال f of x راح تساوي لي المشتقة بالنسبة لل x للدالة x تربيع. بهالحالة إذا اشتقيت ال x تربيع هي عبارة عن 2 x، مشتقة ال x تربيع مشتقتها 2x، عليه فإن الدالة ستكون بالشكل الآتي. إذا ال f of x، إذا ال f of x راح تساوي لي، راح تساوي ل 2x، وال x بين الصفر والواحد، وتساوي لي 0 otherwise. بهذا نكون حصلنا على دالة ال CDF باستخدام، عفوا، دالة ال PDF من دالة ال CDF لما يكون المتغير عندي مستمر. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم. نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة مقبلة في الأسبوع القادم. فإلى ذلك الحين إلى اللقاء.